المهندس حمدي الفخراني، انت من الناس اللي رفعوا قضيه للحظر و 6 ابريل. صحيح مش انت رفع القضيه الاخيره دي، لكن انت كنت من المطالبين بالحظر. ايه وجهه نظرك؟ انا رافع القضيه اساسا حضرتك يا استاذ محمود في القضاء الاداري المحكمه المختصه. المحكمه دي محكمه وقتيه بتحظر مؤقتا لحين فصل محكمه القضاء الاداري في الموضوع. اذا محكمه القضاء الاداري قالت تستمر 6 ابريل يلغى هذا الحكم على طول. هو يعني انت رافع عند المحكمه المختصه، المحكمه المختصه الاختصاص. وان شاء الله في اخر 5 16 5 او 18 5 هيبقى الحكم ان شاء الله بمنع الانشطه خالص وحظرها. احنا رافعينها ليه بقى؟ ايه وجهه نظرك في ان حركه ساهمت في 25 يناير؟ طبعا انا من 25 يناير ومن المؤسسين في 25 يناير وانا من 30 يونيو ومن المؤسسين 30 يونيو و6 ابريل انا من المحل. يعني بلدنا المحل، مش دول بتوع ستة، مش دول اللي جم في المحل. دول ما شفناهمش في المحل. المحلويه اللي قامت ب 6 ابريل 2008 اللي مات من عندنا 6 واعتقل اكتر من 2000 وفرض حظر التجول على مدينه المحله لوحدها اكتر من شهر ونص. نعم. فانا بتاع انا من مدينه المحله، انا اللي عارف مين بتوع 6 ابريل اللي موجودين النهارده وجوه جديده ما نعرفهاش. ملهاش علاقه ابدا ب 6 ابريل اللي جت في المحله، اللي هم خدوا اسم المحله علشان بس احمد ماهر ليه علاقه بالمحله. احمد ماهر ما جاش المحله خالص برضه وبعدها 10 احمد ماهر كان شغال عند ممدوح حمزه، عند الدكتور ممدوح حمزه، ما جالوش علاقه. ده هم اسسوها بعد 2008. احنا اللي كنا في المعركه بالكامل بتاع المحله اللي قعدنا فيها 3 ايام. طيب. قطعنا القطر ونزلنا صور مبارك وحرقناها وكل حاجه اتعملت في المحل. ما كانش حد من كل اللي بيدعوا ان هم نشطاء 6 ابريل ده جه المحل. طب قول لي المبررات التي جعلتك ترفع قضيه او جعلت واحد زي اللي رفع يعني محامي زي اللي رفع قضيه وكسبها هو في محكمه الامور المستعجله. قبل المبررات دي حضرتك انا هقول بس هم بيقولوا احنا موجودين في الشارع يوم 6 ابريل الماضي هم عملوا حفله كبيره قوي علشان احتفال ب 6 ابريل عند نقابه الصحفيين اللي حضرها 49 واحد. حفله كبيره قوي بالصحفيين. ده وجودهم في الشارع. تقصد تقول ما لهمش وجود في المحل؟ ما لهمش نهائي في المحل. كلهم ما يجوش 20 واحد النهارده ومش اللي حضروا 6 ابريل خالص، ده ناس من المتطفلين على 6 ابريل.